فيما يخص السؤال بتاع اثيوبيا، احنا حرصنا منذ يعني على الاقل منذ يعني لما توليت السلطه على ان احنا ندير هذا الامر من خلال الحوار والحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن اي شكل من الاشكال يعني الانفعال او التشنج، وان ده ممكن امور بيننا وبين بعضنا تتحل ونصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. وكنا في مارس 2015 وصلنا الاتفاق مع اشقائنا الاثيوبيين والسودانيين بشان هذا الموضوع، ان هو لا يتم ملء السد الا بعد الوصول الى اتفاق قانوني بشان عمليه الملء والتشغيل تراعي كل يعني تراعي كل شواغلنا. يعني ده كلام لما استمرت السنه واثنين وثلاثه واربعه ولم نصل الى حل، والموقف الاثيوبي كان جامد في مكانه، اضطرينا ان احنا نتحرك في اتجاه مجلس الامن حتى نعطي قوه دفع، ومش الهدف منه كان اكتر من ان يبقى في قرار لمجلس الامن يؤكد على اهميه سرعه الوصول الى قرار بشان او الى اتفاق بشان ملء وتشغيل سد النهضه. انا بالمناسبه عايز اقول لكم احنا دايما نقول ان التعاون افضل، واحنا قلنا في بدايه الكلام في الاول خالص تصريحاتي كانت بتقول ايه، ان احنا ننظر بكل تقدير وايجابيه في التنميه لاشقائنا في اثيوبيا، بس ارجو ان يكون ده مش على حساب الميه. وزي ما انتم شفتوا الدوله المصريه في الميه هي تقريبا عايشه على شريط الميه اللي بيجي من اسوان حتى اسكندريه، بقيه الارض حوالي 95% هي ارض صحراوي. ارض صحراوي ده كلام مش يعني مش بنقوله عشان نبرر، ده واضح. واي ميه بتبقى موجوده احنا بنحاول دلوقتي، بدانا في خطه بقالنا 5 سنوات أو 6 سنوات شغالين في خطط استراتيجيه لتعظيم الاستفاده مما لدينا من قدرات اعاده التدوير. ولسه كنا بنعلن من يمكن في لما فتحنا محطه بحر البقر في سيناء كنا بنتكلم ان احنا بعد ما نخلص مشروعنا اللي بكتير هياخد 3 سنين كمان هنكون يبقى من اوائل دول العالم، ما كانتش الدوله الاولى في العالم التي يعني عملت مشاريع لاعاده لحسن استخدام المياه واعاده تدويرها. انا بقول الكلام ده ليه؟ يعني احنا بنحاول من جانبنا في مصر، احنا ما طالبناش، قلنا ان احنا عدد سكاننا ميه النيل دي كانت بتيجي لمصر من ايام ما جت مصر 1.2 و2 و3 و4 دون تدخل، ولغايه دلوقتي بقينا 100 مليون وهي الميه اللي بتيجي هي ميه لم تتغير. بالتالي يعني وصلنا في طبقا لتقارير ومعايير الامم المتحده الى مرحله الفقر المائي، احنا بنتكلم في 500 متر 600 متر في السنه للفرد، في حين ان المعدل او المعيار العالمي للميه اكثر من 1000 متر في اليوم اسف في السنه. اذا اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ احنا كل اللي بنتكلم فيه بنقول اشقائنا في اثيوبيا ننظر لكم بايجابيه كالعاده، ومستعدين للتعاون مش بس حتى مع وده امر مش دلوقتي، مصر مستعده للتعاون في فيما يخص مياه نهر النيل مع كل الاشقاء في دول حوض النيل من اجل الرخاء لينا كلنا، احنا عايزين نعيش. لكن كمان مش هنحرم ابدا غيرنا انه يعيش، والا يبقى احنا ناس يعني مش موضوعيين ان انا بعايز انا وغير لا. بالمناسبه للي ما يعرفش حجم الميه اللي بتنزل على الهضبه الاثيوبيه 900 مليار متر ميه في السنه، 900 مليار متر ميه. حجم الميه المتجدده اللي بتنزل على الابار الاثيوبيه 40 مليار متر ميه في السنه، 40 مليار متر ميه. انا عايز اقول لكم ان الميه اللي بتجي لنا دي احنا والسودان لا تساوي 10% من الميه اللي بتسقط على الهضبه الاثيوبيه. انا بقول الكلام دوت عشان برضو يمكن يكون محتاجين ان احنا نفكر بعضنا بالموضوع. اذا ما نحتاج من في هذا الموضوع هو الوصول الى اتفاق قانوني بشان ملء وتشغيل السد، يراعي شواغلنا وايضا
يبقى يفتح باب للتنمية والتعاون فيما بيننا في مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية، مش بس حتى دول الحوض. ده فيما يخص هذا الموضوع.